أولى فقراتنا رشا لليوم رح نحكي فيها عن إنجاز مهم يضاف إلى الإنجازات الثقافية السورية، وهو إدراج منظمة اليونسكو منذ أيام قليلة لعنصر صناعة العود وعزفه على قائمة التراث الإنساني لليونسكو. أكيد سلمى، تحدثنا بالأسبوع الماضي كان عن هذا الإنجاز. اليوم نحن بنحتفل بأي إنجاز ولو شو ما كان بعد سنوات الحرب كونه سوري. طبعا اليوم بدنا نحكي عن هذا الملف، ورح نذكر أنه هو ملف سوري إيراني. صدر القرار الموافق عليه خلال اجتماع الدورة 17 للجنة الحكومية لحماية التراث المادي المنعقد في المغرب الرباط. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع، ضيفنا لليوم هو الأستاذ مخلص المحمود. يسعد صباحك. صباح الخير. حضرتك باحث بالتراث، اهلا وسهلا. نعم بحضرتك. نعم. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يعني بالبدايه خلينا نحكي عن اهميه ادراج العود وعزفه كجزء من طبعا قائمه التراث الانساني لليونسكو. هلا اكيد يعني لازم نحن نشير اشاره كرمال المصداقيه وكرمال نحن بالاخباريه، من اهم اهداف الحرب الظالمة والإرهابية على سوريا هي القضاء وتدمير هذا التراث الغني. صحيح. والثقافة في سوريا، وهذا لم يعد سرا أمام القاصي والداني الآن في العالم. أمام تقدم الجيش العربي السوري باتجاه البؤر الإرهابية وتحرير بعض المناطق التي سيطر عليها الإرهاب، كانت الدولة السورية بالتوازي مع هذا التقدم للقوات المسلحة، وهون أنا عبر برنامجكم وعبر الإخبارية السورية بدي أترحم على شهدائنا وأتمنى للشفاء العاجل لجرحانا. آمين. ولكل الاحترام لأهلهم وعوائلهم. بالتوازي مع تقدم القوات المسلحة السورية كان هناك جهد حكومي لحفظ التراث وأحياء التراث، وجهد كبير جدا من الدولة السورية بالتوازي مع تقدم القوات المسلحة، كان هناك تقدم على المستوى الثقافي. طبعا يعني الحكومة السورية، الدولة السورية يمثلها في هذا المجال هي وزارة الثقافة الحقيقة، والوزارات متخصصة مثل التربية وبعض الجمعيات الأهلية، وعلى رأسها الأمانة السورية للتنمية، وهي مؤسسة غير ربحية وغير حكومية، وهي نشطة جدا وطموحة جدا، وهي ضمن الهيئة الاستشارية للتراث ضمن منظمة يعني التربية والثقافة والعلوم اختصارا يونسكو اللي مقرها باريس. ونتيجة هذا الجهد الكبير الذي قدمته الدولة السورية بمؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة يعني الأمانة السورية للتنمية، كان هذا الإنجاز الذي حدث يوم الأربعاء الماضي، إدراج سوريا، إدراج العود، صناعة العود والعزف على العود على لائحة التراث الإنساني لسبب بسيط. هذا الجهد الكبير لسبب بسيط وبديهي، لأن أعداء سوريا كانوا يزورون التاريخ ويحاولون القضاء على هذا التراث وعلى هذه الجذور الثقافية لسوريا. كان هذا توج هذا الجهد الكبير بهذا الإنجاز الكبير، أصبح الآن هذا الموضوع على لائحة التراث العالمي. الكرة الأرضية عرفت أن العود هو من أصول سورية، هو كذا، العازفين الكذا كذا، وبالتالي هي العنوان الكبير هو حماية وصون هذا التراث السوري بالعالم. تمام، هيك نحن بنقراها. كونك ذكرت التاريخ، انه اليوم هاي الخطوه كانت كثير مهمه لحمايه تاريخ صناعه العود بسوريا. نعم. اذا رجعنا هيك بالذاكره شوي لورا لنحكي عن صناعه العود، كانه معك صور هيك قديمه. نعم نعم. هلا هو رح نحكي نحن جوهر يعني باختصار شديد، يعني الموضوع اله العود هو موضوع ما قبل الميلاد 3000 سنه. يعني بلاد ما بين نهرين ما في حدود سياسية. راح أحكي بسرعة، أنتوا أخذونا اللي عم يسمعونا، أنا بتشكرون عم يشوفونا، نحن موضوعنا كبير لكن مضطرين ضمن وقت محدد نحكي. بلاد ما بين النهرين عرف العود قبل الميلاد بأكثر من 2000 سنة. بلاد ما بين النهرين اللي هي هلأ امتداد لسوريا العراق حاليا، وشمال سوريا الجزيرة السورية مثلا. راح نجيب أمثلة سريعة،
في منطقة اسمها جرابلس تتبع لحلب في شمال سوريا على الحدود التركية مباشرة. وهذه المنطقة أثرية وجغرافية وزراعية، ويدخلها الفرات. أول مدينة يدخلها إلى سوريا، أول منطقة هي جرابلس. هذه هي عاصمة الحسيين، كركميش. وجد الآثاريون في الخمسينات من القرن الماضي وجدوا لوحة منحوتة على الصخر لعازف، طبعا في المنطقة السورية وموجودة في سوريا وفي كركميش الآن، جرابلس اللي هي بعيدة عن حلب 125 كيلومتر. وجدوا عازف على العود، هذا العود. وطبعا التصنيف والتأكد من التواريخ كذا، هذا موضوع آثاري، 3000 سنة قبل الميلاد. يعني العود السوري عمره 5000 عام. وبالتالي طبعا العود يختلف عن هذا العود هذه الأيام، العود شوي طويل، الزند طويل، وزنه أقل، يعني تقريبا يعني أصغر حجما وأقل وترا كمان، وتر أو وترين. كذلك الأمر على أيام الأكاديين، يعني وجدوا بعض الآثار، إن كان ميداليات، إن كان دماطينية، إن كان لوحات موجودة بمتاحف العالم، متحف مثلا في مثلا متحف البريطاني، في متحف برلين، متحف مثلا الإسلامي في القاهرة، متحفنا الوطني إلى آخرين، متحف العراقي موجود هذه الآثار وترى بالعين المجردة وثبتت. هلأ نحن بدمشق، يعني دمشق تعرفوا حضرة الدنيا، هي عاصمة الأمويين باختصار شديد، هي عاصمة لمدن أقصى الشرق الأقصى كانت، وعاصمة لمدن أقصى الغرب جنوب الغرب الأقصى. يعني كانت هذه الإمبراطورية، طبعا كان هناك عازفين على العود في هذه الأثناء، وناس لحقوا الدولة العباسية كمان، هدول مثل مثلا معبد بن وهب وأمير المغنين كانوا بسمينه، وعازف ماهر على العود مثل مثلا منصور زلزل، سموه لقبوه بالتاريخ الإسلامي والعربي والغنائي، لقبوه بالضارب، وهو من اخترع العود تقريبا الحالي اللي هو الشبوط سموه آنذاك. وزرياب الاسم المشهور في العالم، زرياب اللي انطلق من الدولة العباسية وراح يعني راح على الأندلس، له قصة ما بدنا نحكيها، بس وصل لهنيك. زرياب أضاف الوتر الخامس على العود، كان وترين صار ثلاثة صار أربعة، زرياب أضاف الوتر الخامس على العود في قرطبة، وأنشأ مدرسة. ما بس إنه هو عازف جيد وصوته جيد، وطبعا هو علي بن نافع أبو الحسن لقب بزرياب. زرياب نحن هلا بسوريا يشبه الطائر الشحرور، الشحرور البلدي السوري، لأنه بشرته سوداء وما إلى الغامة إلى آخره. عمل كمان هو وولاده الثمانية عملوا معهد لتخريج عازفي العود والمعهد للموسيقى، هذا زرياب بقرطبة. وهلا اللي بفوت على قرطبة بلاقي نصب تذكاري للعود ولزرياب. على كل أحوال هذا زرياب، زرياب طبعا عنده بنتين كمان عازفات على مستوى عالي آنذاك بهذا التاريخ. طبعا نحن عم نحكي هون هو توفي في 852 ميلادي، مولده 777 للميلاد، هذا زرياب عم نحكي نحن من أكثر من 1000 عام. كان عنده علية وحمدونة كانوا كمان مدرسات بالمعهد الموسيقي. على كل الأحوال فيما بعد طبعا صناعة العود تطورت في دمشق وفي سوريا، دمشق وحلب خاصة. يعني بدمشق مثلا آل النحات مشهورين من القرن الثامن عشر، مشهورين مثلا عبده جرج النحات وعائلته وأخواته كلهم بيشتغلوا عود، وأعوادهم أصبحت بالحقيقة أعواد أنتيكة للمتاحف، نادرا أنه يلتقى عازف يعني عنده عود نحات. وطبعا آل الحلبي محمد جودة الحلبي صنع من أجمل الأعواد. طبعا وقت منقول نحات يعني حدا غنى مطرب مشهور أخذ عود نحات. محمد جودة الحلبي كان محله مثلا بالجسر الأبيض، مثلا محمد عبد الوهاب أحد أهم أعواده كان عود محمد جودة الحلبي، هذا الدمشقي اللي مولده 1911 واللي علم هذه الحرفة لأبنائه، اللي هو هلا حاليا الله يطول عمره بشير الحلبي ابنه، موجود بحارة الورد بسوق ساروجة يصنع الأعواد الجميلة جدا والأصيلة. حتى محمد بشير عمل كمان ابنه هلا يعني أبن عن جد، أبن عن كذا، يعني نرجع ذاكرته لأسماء كثير مهمة. نعم في أسماء طبعا في من بيت الطويل في مثلا حالياً في بيت خليفة
ومن بيت الطويل اللي موجود هلا الطويل يعني هدول الطويل انطون الطويل ابن ابراهيم الطويل واللي بنته هلا كمان صارت عواده عازفه وعواده وتصنع العود وموجود هو محله بتكية سليمانية على ما أذكر. على كل الأحوال ويصنعون العود الدمشقي، كلمة عود دمشقي كرمال يتميز عن الأعواد بدول الإقليم. مو المقصود منه دمشقي يعني أحسن من الحلبي، لا، مقصود منه السوري اللي بيتميز بس عود دمشقي. دعاية تجارية مشان ما ننفهم غلط. كمان بحلب في صناع للأعواد، مثلا نعيم جرجي كان هو من صنع عود خاص للملك فاروق بالأربعينات 1940 وعمل ورشة لصناعة العود السوري في القاهرة في شارع محمد علي، وغنى عبد يعني غنى فريد الأطرش أغنيته الربيع بعود نعيم جرجي. دي معلومات حلوة اليوم. تمام، يعني الموضوع نحن نستحق لأن نكون شركاء للإنسانية في هذا التراث وتسجيل هذا التراث على لوائح الأمم المتحدة. نحن بالعكس نحن شركاء للإنسانية في الثقافة، فإننا منا نكرة على المجتمع الدولي يعني من هذا الجانب الثقافي. على كل الأحوال أيضا من العازفين الكبار، طبعا أنت يا الطويل، في نحن عنا علي خليفة، كان علي خليفة أهم أعواد محمد عبد الوهاب كانت لعلي خليفة. محمد عبد الوهاب يجي من هنيك يشتري تبع علي خليفة، هو تبع جودة الحلبي. يعني هذول صناع للأعواد علموا أولادهم. هلا علي خليفة عنده 7 عود شباب كلهم صناع عود، كلهم على الإطلاق. واحد منهم اسمه أحمد ياسين خليفة، رغم ما دمرته العمليات الإرهابية واللي ورشات العواد، ما زال يصنع العود إلى الآن، وعلم زوجته صفاء، السيدة صفاء انفراس، على صناعة العود. الآن في دمشق، في منطقة ما من دمشق قريبة على دويلعة أو هيك شيء. وابنه فراس كمان يعني مواليده 94 معلم في صنعة العود. أبن عن جد علي خليفة. طبعا في له أخ اسمه ملقب حاله شركة زرياب، نسبة لزرياب اللي حكيت لكم عنه، يصنعون من أجمل ويستخدمون أخشابا محلية. نحن سوريا يعني مثلا دمشق، ريف دمشق، الأخشاب محلية ونقلها بسيط. الجوز مثلا، هاي الأصعة، هاي على شكل جنجاصة كمسرة، هاي هذا الصندوق الصوت، الزند مثلا الصندوق من الجوز. حصلا نحن شجر الجوز الغوطة الغربية والشرقية، ما في أشطر منا نحن موضوع الجوز، ونجارين نحن، فما بالك إذا كانوا صناع وفق. واستخدموا آلات بدائية بالحقيقة، هي يعني مساقي بدوية وتنعيم بدوي وكذا كذا. كان الموضوع كتير كتير تعب في الحرفي الذي يعمل بشكل يدوي، يضع من روحه على هذه القطعة التي يصنعها، فما بالكم إذا كان العود. طبعا الأوتار صنعت من زمان، إن كان في سوريا أو في غير سوريا، بلاد ما بين النهرين، صنعت من مصران الحيوانات الموجودة بالمحلية، وفيما بعد دخل الحرير عليها وغلفت بالمعادن كذا إلى آخره. إله العود، وجه للعود كان من الجلد، زرياب حوله من وجه جلدي إلى وجه خشبي. يستخدمون أخشاب محلية الصنع في سوريا مثل خشب الجوز، خشب الكينة، خشب الحور المتوفر بالبيئة المحلية. وطبعا ممكن يستوردوا خشب أفريقي، طبعا هذا الكلام بالقرن 20 وما فوق، يجيبوا مثلا أبانوس من إفريقيا، هذا الخشب جيد جدا وله 3 ألوان. نعم. ولون غامق وكذا يناسب العود، وهو الخشب الجاف واليابس هذا يساعد على نقاء الصوت في العود. هي ملاحظة مهمة. طبعا خشب الجوز اللي بيقولوا حدا خشب الجوز 7 ألوان من ألوان. صحيح. يعني لهيك نحن اليوم وحضرتك عم تسرد تفاصيل مهمة جدا طبعا. نعم. من التاريخ. نعم. إن كان عن الصناعة وإن كان عن الحرفيين وتاريخ. نعم. مهنة صناعة العود وأيضا عزف العود. نعم. بسوريا إن كان بدمشق أو بحلب. نعم. اليوم عم نقول هذا الإنجاز إجا
كجزء من حماية التراث نعم. الإنساني في سوريا نعم. نحن هي الحرب جت لحتى تضرب هي الهوية السورية بكل نعم. مكوناتها. أحد أهم أهداف الرئيسية تماما نعم. اليوم قدامهم أن نحن نحافظ على المكونات الثقافية اللي نعم. تميزت فيها سوريا عبر التاريخ نعم. هلا سياسة وزارة الثقافة الحالية في سوريا والتي تمثل الدولة السورية كلها مبنية على إحياء وحماية وصون هذا التراث. طبعا كلمة تراث من إرث، يعني وقت حدا بيقول تراث يعني من إرث، يعني نحن ورثنا هذا الشيء عن أجدادنا وأهلنا، هذا هي هويتنا الوطنية تماما، وهذا الشيء مو رفاهية يعني مشان الوطنية. الناس اللي بيعلقوا نعم، انه نعم. هلا وقت العود وقت الصناعة وقت كذا، هي هوية يعني، هاي يعني لا تنازل عنا فيها. عازفين عنا الآن ابن جودة الحلبي صانع العواد المشهور الدمشقي يصنع العود الدمشقي السوري في تورنتو في كندا، في تورنتو في كندا الآن. الآن اليوم نحن شهود حقيقيين على صانع للأعواد ابن بشار الحلبي يصنع الأعواد السورية ويبيعها على أساس أنها صنعت في سوريا ولكنه في ورشته في تورنتو. الموضوع وطني على أعلى المستويات، ليس الموضوع موضوع نغم وموسيقى فقط، الموضوع هذا تاريخ جزء من الهوية الوطنية لسوريا. عائلات كتير ما زالت نعم. إلى الآن تعيش نعم. على نعم. هي المهنة نعم. يعني إن كان بدمشق وإن كان طبعًا بحلب طبعًا. هلا أنت قلتي بنت أنطون طويل هي تعزف صحيح، هلا هو العزف تتجلى الروح فيه وتتغير الطباع فيه عندما نسمع مثلا أنغام العود وهذا النغم، هذا سيقا وهذا حجاز وهذا كذا والأسماء اي ممكن تورجي الكاميرا، هذا زرياب اي عن لوحه جداريه زرياب، هذا زرياب عن لوحه جداريه، لوحه تشكيليه، واللي غير اللي وراها لوحه جداريه لزرياب بس بالعرض اذا سمحتي بالعرض اي لوحه جداريه موجوده هي في احد متاحف الاسكوريال في اسبانيا، وهذه القمره لعود عبدو جور نحات لأنه له ثلاث فتحات بيسموه قمرات، وأضفنا في سوريا اسم ثاني سميناهن الشمسيات كمان مو الأمارات هاد كمان نعم، هذا عود لعبدو نحات وصورته على العود من الداخل وتاريخ الصنع 1880 بلش هو صناعة العود في دمشق 1880. هذا عود عود آل النحات، ممكن أخو روفان أو أخو حنا أو هذا العود. طبعا هي الأعواد قطع تحتاجها المتاحف اليوم صحيح للشهرة العالمية. على كل الأحوال مشان ما أنسى أنا بعض العازفين، يعني مثلا أحمد أوبري هم مؤسسين إذاعة حلب، هو من أمهر العازفين، مثلا علي الدرويش، مثلا عبد الرحمن قبقجي. هذا عبد الرحمن قبقجي ليس عازفا للعود فحسب، بل هو مؤلف للكتب اكيد. واليوم الحديث يطول مثل ما قلت ببدايه حضرتك، طبعا عمر الناشمندي هذا جد للفنانه سلمى المصري لامها تفضلي اكيد بقى. تحيه لكل تحيه لكل الصناع لا. اللي حكيت عنهم، شكرا لك. شكرا استاذ لحضورك لليوم، وبنبارك على هذا الانجاز السوري. اهلا وسهلا بحضرتك، نورت صباحنا. شكرا لك.